صباح الخير وسلام. أول شيء سلام عليكم، ثاني صباح الخير عليكم. الجو هذا من هالدريش الفنان الصغير هنا، هذا ويكند ترى راكد، هاي فودتي زين، هاي كنت رحت الصلاة دحينة. يوي شي كبت يا غير، ما حد سامان فيه، يعيبني أريد سماني على الأرض الملبوسة هناك وما دشوا هني، يعني عيبني لكن في كورنر واحد. وهاي وين رقبتي؟ وهاي دريشتي، وهذا شمشاهته، هالمنظر الفنان، البحر طايح رقم واحد، شوية مصبح رطوبة والجو فنان زي، يعني ما البحر وما الكشتات، الجو طايح وايد، الجو فنان. شو بحكي؟ سمعوني؟ Good morning. بالحديدة ما صار هناك. ماشي ترى رمسة. ماشي رمسة. هي لبيس معايا من يصبحون. أكو دزوق أشمرقة. Good morning. Good morning. Good morning. How are you, my brother? صديق الطفولة. هي. أنا أكبر عنك. بكم سنة؟ بعد. 10 سنين. هالشيء لك 10 من قطو. من 3 سنين. لا والله يمكن سنة. لا. يمكن بسنة. بسنة. والله ما عليك ابنه. أبوي ما يبال معايا، عندي صورة مصورين يوم من الحصار، الحين بنزلها وانت تشهدوا طالع منو أكبر، أنا ولا هو؟ هو لابس كندورة بعد بربري. يوكم أبوي فول، وهذا اللي فاصوليا حمراء ويا بيض، وهذا عاد المحلة، وهذا المحلة، هذا المحلة. شو ما زين هذا المحلة، قرصين ترى ما بالله قرص، بجي أشوفه غريب. وبيض مفيوح وهلال، هذا كله ودر صار بعد يسوي حق عمله بعد اكل مغير من يدي جديد. اسمع ترى هاي كلها مع اسمع معايا، ترى ودر وبيتهم هناك يا وهني، بس حق تعايون هاي الحجره كلها هاي حق معايا، بيموتون على المعايا. هذا محمد بن عبد الله ومرزق وايق يا غير هاموري وايج من بيه فرح ها ايش هو الحامور ما بخن ما شبع شيء احسن عن الهامور. يلا لكم اليوم خرت عاد في الاكل، ما خليت شيء ما تريكت، محلى وجام وجبن، هذا الجبن السائل هذا اللي عباره كانك تاكل شيف الخروف زين، هي والله ولذيذ غرب الله، لكن السم هذا يلتم الشرايين لكام مره، يقول لك ابدا يرقمها الرقام، يرقمها كانك راقمه تعيدون الراس مال العياله يوم، هاي يسموها رقامه، رقمه القرف روحه والرقام واللي يرقمون، لا شوف اللي يرقمونها الروس الاول يرقم الراس حياه ضيدان، ضيدان القبيسي بن صلهوم لو مدينة زايد، وفي زعاب حياة ميفت هو اللي يرقم الروس الكبار، روس العيالة هذا ينقر في روحه والراس روحه، الراس هو اللي لعب عدة سماعات وطول هل بالرزيف كلهم، هو اللي يرسم اللحن، هو المتكل عليه، هذا هو اللي هو يسمونه الرأس اللي يلعبونه، لا دم 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 دم. شو غير نمونه يسوي غرام للي بيتحيل واللي بيول، شو لازم يخرب ويراس لين قرب ركبه، هذا اللي يبوك يستطرب في الرزيف، عاد يوم يحصل حد يلاعب الراس ملاعب يعني الله يغفر لهم الأوليين، لكن تعلموا التالية شيء شباب ما شاء الله موجودين صباي في الرزيف رقم واحد. اللي خلاني أرمس على الموضوع هذا
أنا ما أدري شو كنت بقول. شيء كنت بقول ما أدري شو عفدني على الروس وعلى على السماعات وعلى يا ريال. سمحنا كذا معايا سمع المعايا هناك ما أكثرها. صور عمري شوي عنبو العرب كلها تصور عمرها. شوفوني ما زيني أبين والويه أبوي لصناعه ونرابيكم الويه بعد اللوس. ها شفتوا هذا بعد اللوس لبسنا لبسنا. هاي كشمة محمد حسين خوري. محمد حسين الخوري ها عطني إياها هي وهنتين الحاج. هي والله الحجي محمد حسين الخوري أبو خالد. هي نعم حين في ألمانيا. ألمانيا إن شاء الله اليوم بيجي. اليوم شو ساير يسوي؟ ساير طوي الهمباه يمشي ويقطع لومي والحامض يا ما يباه. هي نعم يا الخوري وين ساير؟ اسمعها هلال هلال يا الخوري وين ساير؟ ساير طوي الهمباه تمشي وتقطع لومي والحامض ما تباه. هاي كلمات نسيت عاد منو. شوف الله عليك البحر كيف طايح. براض على عمرك. هلا تشوفون حطر طر 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 وحطوا سنانير وحطوا خيوط وحطوا حنت الزمان بيردون ابويه يد قدام ويد ورا. ايه بعده يصيدون. شوف ديحات كل بديحات حليف. شوف ما زينهن. ها شوفون ها البدح. شوفون على السيف مره. ها شوف شو البدح ما تشوفونه. يا الله عاد اللي ما بيشوفها بعد تراها عمى. ها شوفون هبدي حات حليلن حليلن. الله يهلال ييمة ييمة بدح. شوف الكبار شوية داخل حليلن. ها وينو؟ هي والله خيبة مكبرة. واحد كيبل كيبل ما زين. لازم بغط عمري شوي بغط عمري شوي وانا بغط عمري شوي حق ينبي يستملح. ياو والله يا البحر يا هلال يني رد الروح. يا وي 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 يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم. ما زينك يا البحر ما زين الهدوء ما زين هالمكان الفنان. يا الله يا رب انك ما تغير علينا الا الى الاحسن. ما زين هالمكان ما زين. في خاطري انزل التليفون داخل اعتب اصور يقول ما يخترب لكن ما بهاين علي. ما بهاين علي ولا يقولوا يصور تحت المب متر ومترين وثلاثة. شوف البحر هذا وقت الصيد الحين يوم البحر شي طايح وصفو. يوم البحر شي طايح صفو تشوف هالسمكة. شوف العين لو عندك مكرا فكرة فتبيدي شوفها. شوف العين ها على ما تشوف. شوف الله عليكم هذا نحبق عدنا لسل لهني ها قرب السيف ما نصير مكان بعيد. يوم الله يريد لك الرزق والنصيب. شو هاي ما شاء الله يا البدح ييم هلال ييم الحق ما شاء الله. ها شوف الله عليكم كرابيات كل وحده بويا كبار. ها ها مسويهم مناجف اللي مره على قرب السيف. ها ييم ما شاء الله بساسير والخيبتين بسم الله يهبن. ها والعنافيز هلال عنافيز ما رو مطاكم مطالع حولت عيوني. يا سلام يا سلام. شوف الله عليكم. ايوه ايوه روح 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 ابو محمد روح روح ناخذها روح بارك الله فيك روح. يا سلام يا سلام روح يا نمونه اسمعني عشر تبار غير نمونه تبارك الرحمن ما شاف كم من طول عمري. يبا اقول لكم ها شوف شوف سمعت اللي هني ها تحت كله صافي كله صافي لك غربة هلا تعلم على العرب فخاوة ما يتروع والله ما يتروع. الأول ما تقربه
ها شوف شوف شو صافي يوم أقولكم شفتوا حينه؟ ها بيوته نيزة بس يبالغ ميضة يليت عندي نيزة يبالي أبوك نيزة شوف ما شاء الله ها كلها بيوت صافي سلام سلم والخيبي الرماي عاد هذا هذا نيري الحد يا سلام سلم سلم على عمرك عاد ها. ها شوف شوف ما أقولكم صافي قارب بال هالله تعويم الدسة ما تبى الموت خذ تظهري والله العظيم ما زين ما تحسبون ما يطيع يظهر السمك ما يطيع يظهر مغايض 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 خاوة شفت ال يوم غدي انسي القطوة غدي انسية مرة وتجارب وتغدي موالفة هنمون الحين السمك من يشوف اللوادم حتى ما يتروع اول السمكة ما تشوف العرب طفرت الحين ابوية حتى السمك بالعرب الله العظيم انا محنة ايه والله طيب ما زين المكان ما زين هالبقعة يلا يا ابوكم يلي ياسين في البيوتين كم ما عندكم مونة ها ابوية ساحل بحري مفتوح من ابو ظبي العاصمة داخل لين بعية والسلع وتخطف هالبقعة كلها ابوي هاي اراضي رحماني تعال وتطمش وتفرج بدال ينسف تبى بحر مره قربك تبى البحر مره فرت حصان من باب بيتك ما يصير انا بقول هل الرياضي تعنون لين الدمام يتعنون لين جده 800 و700 و1000 كيلو عسب يتغططون في البحر وانتو البحر قربكم 50 كيلو 20 كيلو 10 كيلو 15 كيلو وما يهون عليكم تغطون رويلاتكم في البحر والله نتروع على بشرتنا يعل بشرته القرحة اللي يتروع على بشرته من البحر البحر بوي البحر يملح الحرمة والريال وصغيروني لو حتى الطفل بأربعين يوم يغططون في البحر يغببونه زادي غادي مستملح مستملح غادي واحد عطريز يوم يكبر ما تشوفون أسبوع أسبوع يسمونه أسبوع مرزوق قايل أسبوع مرزوق شمنه ما الحين زين ما زين حي هلال هذي ينمها حبة تحيا عاد ولا هربار هلا حليل هي والله ردت فيها الروح هاكي ها رويس شوف 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 هاك ردت فيها الروح الحين استدهنت بسم الله تقول أنا وين هي عن ثر كانها ضربتنها الصفرة وحين استدهنت قالت بسم الله أنا وين أرضي وين سماي شو يا ابني عدال هالآدمي هذا شيء بنفسجي قدامي أها ليكون بيب علي يقول خزي خزي بيت بنفسج والله 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 ولا تروعت بعدها لين حين أبوي ما استدهنت صبري تعال صور الرماي خل الرماي حط خيبة كش 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 مطايا والله يا هلال والله ولا تتروع يوم أقولكم السمك هذا أبوي ما يتروع من الأوادم زختم ذيلة روعك بسم الله شهل آدم اللي جايني هالمتن يهبي عود بالله صابغ ويهه أبيض قادي نورة دار على ويهه نورة يحسن والله محمد يا هلال ينهى هذه بعدها ما تعرف عربي ما تعرف لها هاي مينونة هلال عطي فر علي من تبع دخيلك بنشوف نحن هالمنكر اللي فيك اي وحين ردت خيبيت جداي والله العظيم ما يندرى وين سارت خلاص الحين دقيتها بالعصاه روحها افترت قالت وياي ان هذا شيء بشره هب الله اكبر عليك روحي سمعته شوفوا هاي العنفوز طع وين جالس هادو طع ودر البقع كلها شوفوا وين رابط خلي عليه خلي ما بقول له شيء قل من دنيا عظم له عنفوز يلا 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 تلالي في حاميته شوف الله عليكم ها يوم اقول القي يا ربي يا هلال ولو صغار صغار ما ينكلن الطيب ابوي هولة الحمل الصغير البلحس بيت الصغيره هاي المعسيب ومال الخيران منو ياكله تاكله الحمامين والغاوي هلال السمكه الرهاي الصغيرون السمكه الصغيره هي زينه والله يا ابو محمد شوف الله عليكم
سبحانك يا رب. سبحان الله سبحان الله. والعرب اللي من غير تسك ابوي الغبيب تدور السمجان، والسمجان ابوي قرب بيوتهم على سيف وهم يصكون اخر الدنيا. والله العظيم يحب العرب الا الطمع ماخذنا. لو البنادم يقدي قانون ها عنفوته انزعت سمين احنا العنفوزه الان خبر هل العرف ها كله صافي الان ما شاء الله. سبحانك يا رب سبحان الله سبحان الله. الرماي يا ابوك مكثرة، هذا الرماي عاد من يضرب في ريك بس خلاص ابوي سيد الحوادث. الله اكبر الله اكبر يا ضربة الرماي الضور بريولك تغدي ابدا تحراها تاوه. يا رب عقله هلال عقله يا رب يا العنافيس هلال واغمي عليهن الحق يا رب هلال حق يا هلال يا رب بيت الحرم يا رب بيت الحرم يا الله الجنة ياهي ياهي خيرات. هذا كله في الخور حينه هاتفاه في الخور هلال يا رب البيت ما شاء الله يا هلال الحق ما اليوم بوديكم طالة عماركم بس إلا طماشة ها يوم قلت طول عمر وشبع طماشة هذا طول عمر وشبع طماشة نرويكم هالخيرات وهاللي تشوفون صافي من القيوين شيء وهذا شيء وصافي عيمان شيء كل إمارة تمتاز بطعم أو بشكل أو بحجم. هذا أبوي رزق من الله سبحانه وتعالى وكل أبوي ميل يهيل الملالة جدا قرصة كل يهيل الملالة جدا قرصة. هاي هامور هامور هلال هلال شفته قرب اللاته حل برشة قرب اللات قرب اللات يا هلال مكبرة واغمي عليه هلال على شابسة هذا ما زينك يا البحر يوم طايح ما زينك يا البحر هلال بالمر والشعفار يبون يونك والله مرحبا زين يا ربي ين السمك شوف الرماي يوم اقول لكم الرماي يا ربي الحرام. اتمنى من الله انك يكون اني صورته الهامور يكون ظهر بالصدفه قرب اللاته لا شور ولا مشاور لا هود ولا هدى والله ما عطاني خبر ولا كان ركز سويت عليه زوم. لكن اتمنى من الله يكون اني يعني رمت صوره. ها رزق الغفله يسمونه رزق الغفله يوم انت غافل يجيك رزقك لين مكانك. شوف خضر البحر ايه الحمد لله اللهم لك الحمد كاني في بر ولا بحر رب العالمين يرزقني عبر القارات والمحيطات. شو احسن رزقي لان احب دعاء العرب دع المسلمين يدعوا لي بطولة العمر هذا احبه بعشيخ راكي واحب البيزات واحب الظروف لا ظروف يا ابو محمد الخطوط يوم بتيك منفخه ما زينهن احسن لك الدعاوي يا خطوط عن ابوه ظرف ويا دعاء حد ما يبقى ولا دعاء خالي بعد زين ظرف خالي بعد زين لكن لا هيك لا هذا ولا هذاك لا شيء بحد منهم معاير ونقمات الحضل الشلقة والبلقة وما أدري شو يقول شو بقولكم يا الله يا حد من العرب شو بلع عليكم الرماي هاي ترى مبنوع هبي يعتبر كائن من كائنات الأسماك لا من فصيلة القواقع هالبعه والصعا والمحار وما أدري شو هذا هو الرماي والرماي هذا له شوته عبارة عن كورة وكل دور ما دارها شوت والشوكة هاي ان يلغى الغيص ومد يده على الشوكة هذه اسمين فتح ولا ريله هل ينعدل الصافي كل واحد بنيسته يتحذر ابوي يتحذر على عمره حرام يا ضربة الرماي لانها بالوصوف وين تروح يا ابو محمد والله الضور باليد والضور بالريل حط الاول يحطون على الواحد حل بريك يقول لك رماي ضربه الرماي حط طب عليه حل بريك دور من الماكينه قطر له من الماكينه اي والله الاول فقار متغربلي يحميك الحل بريك الاول يحل البريك يستغل في اشياء وايده يستغلوها البحاره خاصه من يصيرون الغبيب نعم حل بريك
يا سلام دوية بدوية الكل عوق. اي نعم ما يصير راعي البحر الاول الا ابويه حل بريكه عنده وين ما يصير سبحان الله يحتاي لشيء ولا شيات اصابه يكسر اللايل يكسر حل بريك يعني ولانه موجود عنده حل بريك الحين حتى في البار يستغلونه هل بالعزب يدوبه عن عن اليرب بشانهم ايه في غرب الله تهاي ويدك توات الرادنة مازي يا ربي يا السمكان يا ابو محمد ها شفاف الخور هلال سمت كلك شفاف الخور سلا شو اخبار ما شاء الله وين زريدي تحت زريديات زريديات وصويفيات وبديحات بديحات عاد صغار على ما تشوفونهن لكن زينات الحمد لله صافي صافي زين اللهم لك الحمد من الثلاجة الثلاجة من الكبار يعني الثلاجة من الكبار شوف بناتهم كم كبرى عدالها خير الحمد لله هذا مال اليوم كله مال الحين مال أمس وين وين تحت الحمد لله يلا يلا ثلج 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 شوف ما شاء الله لقنا ما ادري شو قاعد الله لا ولاك على مسك شو الكبسه تاوه مخدومه في دبي تاوه في مصنع الحريز من متى ميوبه من شهر لو زود ولا يبش لين اليوم لين باكر كل يوم وكل يوم من وراء المتابعين يقولوا لا تنسى تودي التاوة وانساها المتابعين يدشروني وانا انسى حق ذا اليوم بنات ناخذ حنتين وشعري صغيروني وجشتين وفليحه والصافي حاله ليش حطوا قبل هاي لان هاي ابوي السمك كبار شوي السمكه العوده تنحط قبل وعقب ما يسوي نص صنبوي للسمكة العودة حطه والصافي الصافي ما يقهر 15 دقيقة ولا السمكة العودة هاي اللي تشوفونها هاي تاخذ يعني 45 دقيقة 50 دقيقة وبس هلال منو هاي اللي عزبت بيت غدا عندنا اليوم؟ بيت رشيد الهامري والله والنعم ما اعرفه احنا اعرفه؟ هذا اخويانا يوم نحن صغار والله اي دائما عندنا هنا في البيت دوما وحين هاد ساكن هو المشرف؟ لا حين ساكن بالجسري نقول هناك في بريج الهوام المحاربة زين وانتقل هناك أيوة هذا زين الحين عاد تشرفنا بهن اليوم ويبي يتغدى عندنا والله بركة من الساعة الله يسلمك هلال قابض نفس السلك الأولي العرب الأول ما يشوف حد في المسيد قرب على الغداء على اللي الله قاس منه واللي بوي مطبوخ يسد بسوي مخدوم حق 10 أنفار يسد ابوي حتى 40 نعم احب اصوركم هذا الغداء هو على الضوء عاده هذا حد قال هذا مو هذا هي هو كان والله مليون مرحبا 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 هلال منو هاللي عزبت بيت غدا عندنا اليوم؟ بيت رشيد الهامري والله والنعم ما اعرفه احنا اعرفه؟ هذا اخويانا يوم نحن صغار والله اي دائما عندنا هنا في البيت دوما وحين هاد ساكن هو المشرف؟ لا احنا ساكن بالجسري نقول هناك في بريج الهوام المحاربة زين وانتقل هناك ايوه هذا زين الحين عاد تشرفنا بهن اليوم ويبي يتغدى عندنا والله بركة من الساعة الله يسلمك هلال قابض نفس السلك الاولي العرب الاول ما يشوف حد في المسيد قرب على الغداء على اللي الله قاس منه واللي ابوي مطبوخ يسد بسوي مخدوم حق 10 أنفار يسد ابوي حتى 40 نعم احب اصوركم هذا الغداء هو على الضوء عاده هذا حد قال هذا مو هذا هي هو كان والله مليون مرحبا 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 ما يجي خربان مقلى عاد منك عيش ومقلى يا الضنين وتاكله كله كيف تاكل كيف تلهن
كيف ترغب في الصحن كله؟ يارك الله يارك الله يارك الله. والله إن ناحس ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف شحمري ما شاء الله ما شاء الله. يلا نبدا تبغى مفهور من البحر من البحر سيد على التاوة بعد شو تريا. شوفوا تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شحمري والله يا ابو ما تحلى شيء على هسمته الطريه. يا الله يا رب دوم هالنعم حفظهم الزوال يا رب العالمين. شوف الشحم يا سلام سلام يب مهاري عاد غنيه لي هاي حبوبيه انا حبوبيه حبوبيه. والله ان ناحس ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا شحمري ما شاء الله ما شاء الله. يلا نبدا تبغى مفهور من البحر من البحر سيد على التاوه بعد شو تريا. شوفوا تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شحمري والله يا ابو ما تحلى شيء على هسمته الطريه. يا الله يا رب دوم هالنعم حفظهم الزوال يا رب العالمين. شوف الشحم يا سلام سلام يب مهاري عاد غنيه لي هاي حبوبيه انا حبوبيه. اسمع الصوت بس يا سلام. يارك الله يارك الله يارك الله يارك يارك نعود الهوى وفنة. يلا شو سويتوا انتوا هناك؟ شو سويتوا داخل البيت؟ مصري مالي. شو؟ مصري يعني هي مالي شمش مقلي وشمش مشواي بعد ابيض عيش ولا عيش ابيض؟ عيش ابيض. هي زين شو ذي؟ تعال رحت انت مع ارباب البحر؟ ها شو صدتوا؟ لا ليش؟ ما ينسب. شو؟ ما ينسب. واحد سمش ما صدتوا؟ هذا بسار. بسار؟ مرزوق ارباب مالك ناخذه صايد بسار؟ زين اسمع كلام محمد سالم شو صار محمد؟ يا بو وايد ولا شوي؟ شو يا بو؟ وبعد؟ زناد. كان عدد كبير صغير؟ صغير كبات سمسم. خباط كم واحد؟ ما ادري انا ما شاء الله يعني وايد صادوا سمك وارباب مارك ناخذه ما يصيد. 6 7 سيس وايد بس صار عرضه صغير؟ صغير ميديوم. ميديوم هي تعال شو اسم ماما؟ راكاي. رقيه. راكاي. رقيه. كرفايه من نوعيه؟ بابا مالت الكرفاية. بابا كرفاية. وماما؟ راكاية. ماما رقية. وبابا كرفاية. وانت؟ متيا. يا رب. يا بوتن دسوان؟ بلاك بيبر، سولت، ليمون، أوليف أويل سير. أوليف أويل. يبوت أوليف أويل؟ نوت سير. لتل بيت أوليف أويل. أنتم باك. يلا. بارك الله فيك. يلا شباب. يا رب محمد. يلا غدا لا لا بيجي مرزوق ابوي ناق منكم انه ما حصل صيد من الريال العرى الرياية كلها صادت وما صاد الا بسار. لا لا والله ضلع توي خبرني متوه ما صار صاد ضلع يا ريال ذراعين من طوله وانا هناك نحبوا بياهن هذا هاي سويفيات تنتين بني ابا ثلاث وخيلت عاد من ريال الهام لها اللي جايبنا انزين خدت انا ابوي هاي الفسكره وصويفيات بنتين هذي تشوفهم هذا ما شاء الله خير الله فضيله الله عيوش والدنيا هناك بشيء مقلب شيء مشواي هناك يعني بس على شباب هذا
والله مليون مرحبا، مليون مرحبا بالهامبي. الله يرحمك. الله يبارك فيك. والله مليون مرحبا. فلان ارمس عاد ارمس ساك حب اقول مر عليكم ضبابة ومر عليك منو؟ عبيد بن رشيد. انزين كان موقف لا تعاند خب بسرعة. قال مشيت 50 ما شفت، ومشيت 160 ما شفت. وينه؟ هاي سنة من زمانه؟ من زمان قبل الاتحاد. قبل الاتحاد والله سباق نتسابق معاه. لا هو ما شاء الله عليه قوي، سابقوني لين ما اقول كم بس. شوف انت هي والخفيت تراكم المرابطين. الله يحفظكم. اللي هي بنت النوخذه صار عليه حادث الحليله اهتمها مسكين، كان حتى يوم يجي في هذا في الرادار في بنت النوخذه. شحوب 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 عليك الفسكره. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك صار عليه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الفسكة. يا سلام يا سلام لكم للبطل. شوف الشحم يا رب البيت والحرام. ها يوم يقول كروغ ابوك وسكر الباب. ها يقول كروغ ابوك وسكر الباب. طب جيل فوقانية ما تبي حسكرة وقفها. شو حي طب جيلي تحت ما يبى أبويها. أيوة يا سلام ما يبى الكلام. أنت مغمض ما بيلف لف راعي الشحن كذي تلف طب ويلاط حيث إن سمين أي سمت سمين يزل أبوي بلحة عن يهابها عن عن يلدها ويازم أبوي يلد روحه تحتها. شو هذا كله أبوي من زود السمن ما بم حرق جاي ومشلوط. لا يجيك ابويا النمون. مرحبا ابو عبد الله. مرحبا من سرت لين جيت. والله مرحبا بشيخ النواخذه. مرحبا والله مليون ولا يسد. والله مرحبا مرحبا. تسوي تجين ابو عبد الله؟ والله يا اخي ما في شيء. زين ولا ماكل حلوه الضحى؟ حلوه ومحله. يقولونه قز محله وقز حلوه. والله هذا ولد اختك يقوله. ولد اختك يقوله. اختي عادي يقول متى تصدق. بس عاد من البطن حتى مال البطن ما باه. ايوه شحم ابوي نحم داخل بطنها. تصور ال اي من ان شاء الله غادي من هذا. هاي الحين الصافي. الصالق. اي والله. صليج من زود الشحم ما شاء الله. شوف شوف الجب شوف الجب شوف الجب الصافي. هي شيء عذاب اقول لك عذاب عذاب عذاب. بالرشيد شو رايك في الموضوع اللمسي اللي رمسنا عنه في الفيديو؟ اسمي الموضوع انت يعني شو تشوف الحين يعني الريال يوم بيجي من دوامه وتعبان وكاد مكده اليهد وهي تقول حتى انا موظفه. انزين حتى لو انت موظفه ضغوط شوي اخف انت عاد عليك عن الريال. قال بكلمتين طيبات. هي نعم تاخذ عيونه هنا كان يوم اول ما بين جبل بتنبحه. شو بتحصل شيء من وراه؟ بيازم الا السيف لي والترسلك. ما بكلهن حد منهن نحن اطري. ممكن اي نعم انا اللي اطري فئه الثلاثه بالميه. عبدول يا ابوك غدلي شرات معراض راشق من اقول لا اله الا الله قال ان عليه قذب الله. شو نحن ما نقول هالنمونه ونحن عندنا ضغوط عمل ونحن اشد بعد عن الرياي ضغوط من العمل. نحن نربي ونحمل ونقير ما ادري شو لا 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 كان زين شيء جديد هذا من استوت الدنيا الحرمه تحمل وتربي والرجال كلام وين موجه حق 3% 97% من الحرمات اللي موجودات في الدوله كلها رقم واحد لكن 3% نحن ظانين في المعبود خير ان رب العالمين يضربهن بعصات الهدى وما يمدحن ريالهن. كلامي صح ولا غلط برشيد؟ يا رك الله. ان شاء الله بنصور لكم تصوير مميز تصوير مميز من براكه من براكه ابوي بن بات هناك عند جماعه حين بنمشي الحين صاروا حين جماعه حملوا السامان وان شاء الله اليوم مسانا كله هناك في براكه بنسير على جماعه وبنصور عندهم وبنسولف
وياهم وبنعيمنا الله خير وبنكسر اليوز وإن شاء الله إنه يا إنه بتنا ولا ضوينا. شوف بني آدم شراهة الطير. شو سبحان الله اليوم أنا مقيل في براكة باكر بقيل في أبوظبي ومسايه إن شاء الله بيصبح علي نهار السبت الأحد في دوزلدورف. يوم يقول لك شوف أنت شوف من شرق لين غرب لين آخر الدنيا. شوف بني آدم شراهة الطير اللهم لك الحمد. يوم في براكة ونهار ثاني في دوزلدورف فرق. شوف المسميات براكة دوزلدورف دوزلدورف براكة. ميونخ ما بتروح؟ لا ميونخ ما بيواحي كلها السير أبو عبد الله ثلاثة أيام. بنطير يوم السبت الساعة 2 في الليل من مطار أبو ظبي. لا بنوصل يوم الأحد. يوم الاثنين بنكون نحن يكون عندنا يوم كامل في المصنع مال المصنع المطابخ. مطابخ؟ هي نعم. اسمه مصنع. مصنع ولايتي رقم واحد. لا صار قبله ولا بعده. انزين وانت الحين سويت بيتك ما تبالي مطبخ؟ لا تبالي مطبخ بس خلاص هي مطبخ تاخذ لك هافي ديوتي. هافي ديوتي الماني رقم واحد. كيف جاي له سيلس برشيد برشيد بين البزم وجنانه حيرتني يا فوز. هي فين بيت نبدل لك القصيده انا اعطيك قصيده ثانيه. انزين نقول كيف ليه عطشان ما يشرب وكيف ليه رويان تسجون وحد روحه بالشغل يطرب وحد بالبيزه تراشونه محمل البندار بايقرب والبدن ربه تودون ما في حيله. شوف ما شاء الله شوف البحر وين صاك اليوم مرة هاي يقول داق الماي العاف هذا العاف مرة هاي من المايات الكبار ما توصل أكثر عن شيء لكن تزيد يعني تغلظ الماي. يلا يلا بدي ماي وبحريك بحري ماي شوف عادة يوم تغادي الماي قراح لين الخورة هاي يجي لين هناك الخورة هاي كلها تخط سيايير. لكن شوف الحين ما شاء الله هاي داق الماي هني مرة غاية المتمني أكبر سجي هذا هاي رش وحدة حين رش وحدة في أيام في الأيام هاي لكن في الشتاء في رشتين في الشتاء رشتين رشة صبحانية ورشة رشة الصبح ورشة المساء مايتين أتي مشتى كل وقت يختلف عن الثاني الوقت هذا الموسم هذا رش وحدة الحين هذا وقت الحين ولا ويوم وقت البرد عز الشتاء رشتين تستوي رش الصبح ورش المساء شيء عادة تستوي رش ساعة الضحى والثانية الساعة 10 وشيء منها نبوي الساعة 12 في الليل وشيء 12 النهار يعني على اختلاف الأيام ترى شيء الأيام القمرية وأيام الماضي الشهول يعني كل دقيقة كل شيء ولا شيء معين والدنيا مطرجة. بارك الله فيك أبو محمد ها غايته ما أقول لك يا دارة دوري فينا وظلي دوري فينا تينسوا أساميهن وننسى أسامينا يلا شو يا أبو الله عليكم أغنية برمانة لين شويهات شو أقول لكم كلام من ميمة تعال والسمع هذا يوم أقول لك شيء شرق وشيء غرب غاوي بعد شيء ليش لا ترى كل شيء ولا تسلي وشيء يسلي وشيء يونس وشيء يسلي القلب ويريحه يعني الدنيا مطرجة بارك الله فيك ما الله بنقلة ناس في عيمان سكان والله من الباح وبالليل وانا هذه بهالغنية غنية سعيد الشراري الله يغفر له ناس في عيمان سكان والله ما اعرف ليت اللي عند احد طرش لي الرابط سرت دخلت اليوتيوب بغيت احصل هالغنية ما لقطتها طارت عماركم بنسير براكة
يوم دق ابو محمد ابوي حق الجماعه قال ابوي لقطهم ابوي كلهم سايرين ابوي يذهبون طيورهم ويذهبون سامانهم وقشارهم لانه قالوا نحمج بالعلين اشتى ما خبرتونا انكم بتون ولا كانت ريناكم ان عاد الله يحفظكم عزم ابو محمد وين ابوي جدل حول هاي الحين نحن في هاي الحين حاله يابر ابو محمد كم خورة نسبة للخورة هاي اللي تشوفونها هذه هذه يقول لك خر الأول ما شيء خورة هني وخر يقول لك نيم من السماء وسوى مدحة مدحة وسأزمة أبوي غبة سودة فلذلك سموها مخورة يقولون عاد في ذمة القايل ما في ذمتي أنا لا يخصني ولا شيء قالوا تي ونحن قلنا بس الحالة هذا رأسه شوفون وين هذا الحصى كله يسوي خير الفورة اللي مناكم البياضة كلها كلها خير هذا ما جليل البقعة هاي محديها من حول لين حول شوف الدمى وين باني فوق الصندقة شوف هلال هلال شوف الدمى وين باني ايوه هاي يوم يقول لك سينة فارس سينة فارس هاي عاد الحين غايته هاي غايته حق اليوم هذا عشان ان شاء الله وهاي الصافي اللي عليها رضوان من ابو شو ما شاء الله شو مغلطها شو مغلطها كنا في جزيره او في ويه جزيره ام خوره وحين الله يحفظكم هذه مقصار مقصار مشهوره عاد باللوه حد يسميها مقصار وحد يسميها ملوه هاي ام الكركم بعد شوي بحط لكم منظر علوي من ام الكركم وهاي اللي تشوفونها اللي هي ام اللوه هاي اللي تشوفونها البياضة هاي فوق البياضة اللي انتم تشوفونها كل ذرق طيور ذرق طيور الاول تي محامل يجيبون عمال يقصون بالمتر يعني مساحة تقريبا 6 امتار في 6 امتار يمزر مو بوم عود بوم من الابوام يمزر علينا عينه 6 امتار في 6 امتار من غلط ذرق اللوه اللي موجود شيء بالعظمة ويونية ذرق الطيور مال اللوه ذرق طير اللوه اليونية عن 20 يونية السماد العادي من كثر ما هو حار وحامي اي نعم شرات حد من ريايل ريال عن 100 ريال وشي 100 ريال ما يسوون اثر ريال ها ابو محمد اي نعم شيء من ريايل ما يسوون شف طعام وشيء من الريايل الواحد عن 10 وعن 1000 لكن اكيد ان استوى منع استوى منع ما حد يقص حينه بيكون ذرق طيور او يعني الناس تمت تتعايز ما اعتقد ان شيء فيه حاجه ولا حد له بارض يتعنى لين اخر الدنيا بمحمل ولا بوم ولا يباخره ولا شيات عسب يقص سماد الحين اللهم لك الحمد السمدات مكوده مصانع وسماد معالج وسماد طحنت الزمان شو بقولكم امور ولا لا ولا ظني من الحايه ادمي من الحايه يسوي امور وايده بس الاول منقل الهست والشيص في الغبه حلو الشيص في الغبه حلو الاول ما شيء هلال وانت هلال غيرك ما ميش في هالحوليون يدورون السماد من سمونه نقط كلب اي وقت من الاوقات تشوفون هاي يزير بكبرها تغدي سودة سودة ملايين اللوه ما بآلاف ملايين شيء بالعظمة أنا مصورن قبل سنتين وثلاث واربع عندي فيديوهات بحاول أني أظهرهن وأحط لكم إياهن شيء يزيق اللي ما يروع ليه ما يتروع مشيت أنت حيدك داخل وكم مرة مشينا داخل وصورنا كان عيال اللوه كان اللوه معيل
بايط ويميع وانك العيال له والله يا شحمته التحرى الحمته التحرى هشحمه بيضة ما زين طعم عيال له لو حتى بيض له يلا بيض له بالوصف يفوحونه بما البحر يفوحونه بما بحر ولذيذ طعمه ما زينه شوي مسهج لكنه لذيذ ما تروم تاكل عاده كميه وايده شويونه حبه حبتين بالكثير هاي صوايغهم يلي بيصير الحول هاي صوغته حق هالبو ظبي واللي بيصير دبي واللي بيصيرون العين هاي صوغتهم يبون ابوي بيضلوه بيضلوه مدفى كسيف حبول رزيم دوسان هاي دو هاي صوايغهم الاول ملبس الحمد لله نعمه يبا الحمد وشكر الحين حطيت لكم صورتين الصورة الأولية فوق الجزيرة هذه اللي هي المنظر من الأقمار الصناعية مصورين جزيرة أم الكركم هاي اللي تشوفونها هاي اللي فوق هاللوائح هناك اللوحات على اللوحات مكتوب ممنوع التجول وجيش الحب ماش قايل نسيته والله الأغنية على اللوحات ممنوع التجول جيش الحب ماش قايل نسيته والله أغنية بالروغة وجيش الحب معلم بالطواري مثل ما قال راعي الوصف الأول كلام الليل يمحيه النهاري زين شو وداني الحين عقل الأغنية هاي خليتني أنسى السالفة أقولكم المنظر الأولي اللي صورة جزيرة أم الكركم هاي تشوفونها جزيرة أم الكركم بلاد كبر مدينة محمد بن زايد لين إحنا ساكنينها بالضبط بلاد يعني تضم وهذا زين عاش أبو محمد عاش أبو محمد عاش بو محمد عاش بو محمد ما يندرى شو جش وحده جش وخيب وحده فتشت ثلاث خيب ضربني المدار حق علي شيء حوز شيء هلال ضرب فتش شفت لك بس صار اوي لهله لهله هذا ابوي بشويته هذا بشويته بشويته هذا عدو الجماهير استغفر الله العظيم كان خله تحملت حق هلال والله تهل نحيس حد شرات حد من العرب ها ها رب الله تهل كرخة على راسي على راسه القرحة حرام حرام بالدرام ما شيء حرام الحين لا هلال يا ويلك من الله تعقه بيطي يحب قوم دواركة يا الله تنخر يوم تأكل دواركة هذا زين هاي المنظر لعب علب مينن خيب خلهن الآن قرب الحين الله يبان السبب حد يعقل هالريش اللي عبدان انشبن قص الله وريده تصني دارنا شش صغيرون لو ما انا شفتي الغالية عسى ما تكلفتي روح اشتبين الموت غيرتها عاد بحا اقولكم والمنظر الثاني العربانة هاللي تشوفونها ممزورة بيض العربانة هاي منزورة بيض هاي هذا التصوير يمكن ظني قبل 8 سنين هذا هني بوي الأول العرب بويتي وتأخذ شوية بيض ويفوحون ويأكلونه ممنوع هو هب إنه مش ممنوع ممنوع نحن ندري إنه ممنوع لكن وحدة وهنتين وثلاث ما يعطي معنا يوم عربان لا اللوه ممنوع ظني العلو يعدم الأول إيه قبل البيئة تعدمه سبحان الله زين فالله يسلمكم هاي العربان اللي تشوفونها تتجسم ابوي على فريج كل بيت 10 بيضات و15 بيضة ونجسمه والناس تاكل عينه من الله خير وهاللي تشوفون اللي ما يجوز له هذا ابوي ببيع يصير بيع موافقين العرب وجسام مال بلاش ما يجوز
كيف يعني الجسمون ما يستوي؟ لا شو همور واقولكم في موسم عادل يجي له موسم تسود الحالة هاي كلها بكبرها تغدي سودة بلاد يي ها شوفوا بالله عليكم هالخرا يلا 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 يا بقولكم خسك الله يا ويهلوها هيلوها كرتي هاي طلعت قاعد قدرت الدنيا اخبرها اخبرتهم وحده شو ما شاء الله ايه يلا عاد ريحه وهب يضربوا بهالو الوصوف ريحه اللوه قمل ولو وريحه قلبا وقالبا ريحه عادل يا سلام سلم شوف سبحانك عود بعد بلاد من كرها هاي ام اللوح حد يسميها ام اللوح حد يسميها مقصار شوف هاي حالتها ام الكركب ظبي فيها اكثر عن 200 جزيره وظبي يزرها اكثر عن 200 اكثر عن 200 يزر سنتي ابو ظبي تبارك الرحمن ما شاء الله ما ابالغ لو اقولكم شو الريح اللي الحين تروح كأنك بايت في زرب هوش ما بهوش يعد بعد زرب كله يعد نعم الريح اللي الحين يعني كأنك يا سبوي بايت في نص زرب اليعد ما بزرب هوش هذا الصيد هذا تشوفونه الشعري المردد تبارك الرحمن هذا توحينا الله عليك ما شاء الله عليك جميل وفنان زين هذا بارك الله فيكم الأنفوز اللي فيه من كرنق ولون شو ما زين لون شو ما زين لون حد من العرب ما يوزلهم يوم يقولوا لك احنا بوقت تشنك عنفوز بعد شيء على العنفوز ها جميل ورشيق ووسيم وألوان الطيف كلها فيه يسد لنا على بظهره وعلى سنامه وذيله اللون الملكي بعد شوي شيء تبه ها بوك ملك الالوان نزيه هذا اخوه عادل هذا اخوه يعني في ذات مرددات كل واحد هذا واحد وهذا واحد نزيه نرويكم الفسكره ايوه تدريب يبوي نكلت اليوم خدش على الغداء كلت تخت وتهنيت وهايك الأكلة اللي ماشي شرعته وانت حين اليوم بيجي زامج على العشاء طالعتيني بعين نقمة وبعد مقوات والله لا كلش ونص ما علي منت والله يا ابوه ما تروح لي حتى اليوم انت انا كلت وحدة الظهر خليت صغيرون تراك لا يميت لا هايك كانت من صوبك لا والله هاي حبوبياها من أول وهي في البحر أنا من شفتها قد حبوبياها أنت عليك بها الصافي ها ما بيعورني بطني ها شو ما شاء الله الحاقو حاقول واحد يعني مش أي حاقول شو أقولكم اللي يتعنون يتعنى أبو محمد عنو محمد عنو حق صافي الحول شو على ظهره شو السنام يفرق عن أي صافي حتى يفرق عن صافي شويهات هذا اللي تشوفون ابو سنام اوف شو يا ابوك مبطن الشحم ريج يازم ابوي الشحم مدوخل مدوخل ويا البلح فيازم يزح من الشحم حرام يا تشوفون هذا ظهر خلاص بنصوركم اياه ان شاء الله ونحن نصوره على الميمار يفرجع هذا اليلد يفرجع كان ريتو ظهر سنام صافي هذا يفرجع من الدهن اللي فيه ان شاء الله اني بصور بتشوفون بتقولون قال ابو محمد ان شاء الله بتشوفون العجب شوفوا ما يقول لك اشترى شيوخ هذا يكون اللي مربين الشيوخ ويحبونه ويموتون عليه هو يموت عليهم قرنهم يصير السوق عادي يتنقالهم من خيار السمك فيشوف الموسم شو الموسم موسم الحين شعري تنقالهم بوين من الشعري هذا لكن نحن اليوم مشترى شيوخ يسمونه سينة فارس وبدحة وسولي ويهمة وصافية وفسكرة
وشعر مردد بعد ما بشعري عادي ها شعر مردد. وهذا شوفوه شوف العنفوس شوفوا العنفوس ها شاوت المرابي عاده يا الله شاوت المرابي شاوت المرابي يغيلن يغيلن المربي تموت على العنفوس وتتوحم وقت لوحام ما داني ريحته العنفوس وقت عقب ما تربي بتموت على العنفوس هذا زمن لو ولي ابو يوم تتوحم قاعد اريد تشيز كيك انزين وقت الربع شو اسمه هذاك طرطه طرط الله راسك كل السمك مات كله مات كل السمك مات الا عنافيس قربلكن الله ما قواك احنا ابوكن خطر عليك برمائيات انت والله ولا ماتن كل السمك مات فقاره كلهم ماتن سميتها 200 يزيره هل عديناكم خبرناكم عنهن رقم كبير منهن ممنوع حد يوصله كلهم محميات حياة الشيوخ الكبار يعلهم الجنة حياة زايد ممر ممنوع أبوي حد يبني في هاليزر ممنوع حد يقربهن كلها لأبوي للحياة البيئية لتكاثر الطيور ونمو الأعشاب اللي في اليزر وممنوع حد يقربهن فلذلك تم أبوي العيال الحياة زايد الله يطول بعمارهم الشيوخ مشوا على نهجه ومنعوا لين اليوم ولين بكرة ممنوع أبوي نفس الحكم الأولي هو اليوم لين تقوم ناقة صالح الحفاظ على البيئة في اليزر سواء أبوي من طيورها وبنية التحتية القديمة اللي رب العالمين فاطر انها هالنمونة لا حد يبني ولا حد يزيد ولا حد يقصر والدنيا مقرر هذا يلا يحفظكم حين أم الكركم هالي صورت لكم المنظر اللي من القمر الصناعي من فوق هاي شوفوها الصنادق هاك اللي تبين من بعيد ذاك وينهن هاي تشوفها داخل هاي مسكر مسكر كامل له باب هناك مدخال هو مدخال وهو مظهر واحد له وقت تسكره السماميج يسكرونه شيء شلب وبياح يسوي ويسوي عيفه ويسوي كل اسمك ما شوف مثل ما شوف منظر من السماء غير فكان بلاد انتم تشوفون المنظر في التصوير تحرونا شيء بسيط بقول لكم كبره نص بضع بعبارها اليزيره والله خالجنها شي بعد محتاسه غير نمونه شرات حد من العرب عافانا الله يقولوا له شرق صار غرب اي والله شيء كشات ابوي قبلنا جايين وهاي خيمة عيد بن سيف حليل هالماشوة مصغرونها ما يندر عاد منو ورين ضو بعد ما خلنا إلا ريحة الحطب يا الله ما زين شي ريحة الحطب أقول لكم هاي اللي تشوفونها اللي داخل هالمسكر وهذا وينها بلاد من كبرها بلاد على حرف مثل حرف اليو اليو عبارة يو اللي يصير هالي داخل يو هاي ويها شوفوا يمكن 200 متر ولا 100 متر بعد هذا المدخل بلاد من كبرها هذا الأول عادل اللي مخيم نجلس أسبوع خمسة أيام ستة أيام أسبوع خمسة أيام ستة أيام يعني نجلس أغلى في مدار الساعات عام الأول ولي قبله ولي قبله قالي والله سكنة غاوية براد جو زين ساير وياير خلت يا معن خمس كواني ست كواني جيت ما شاء الله جماعة يا معن يبو عمان والله العام الأول إنها هارسين في هذه الحالة هريس جدر ينبخ بيحتين فيه شوي كنت أصور لكم من وراء التراب هذا الحد هذا من وراء هذا عبارة يمكن أظني 20 متر أو 30 متر العرض عرض الحد هذا والحد هذا ويتلاقى نبوي هناك هذاك المدخل تولي صورتني من خارج والحين من داخل وهاي الخيمة
حلو صوركم اياها من الظهر هذاك وحين من داخل من البطن ويوم تكسر الماية شوية تخطف تمشي من الشاي. العام صورت انا من البر هذا لين البر هذا اليزيرة هاي بيض فيها الزرعي وبيض وبيض التعادلي وبيض الصر يا غير ال الحماس ما يبيض ما كنت سمعنا انه شيء بيض حماسي. شوف هاي ساكنه ما تهب عليك روايح اللوه اللوه ما تهب عليك الروايح خيم هني ها قرب هالمكان كنا اللي نحن ضارين هني حد قابلنا ومخيم فان ما نبغى نغثهم برأي نحن نبغى نسير بعيد عن العرب حسب ما نضايج عوايل ولا شيء العلم عند الله نحن بهذا بنين السنين أيوان يا سلام يا سلام يا سلام سمعوا بالله عليكم ليتكم يا ليتكم يا المتابعين هني ليتكم كلكم موجودين والله يا ابوك المكان النبي يضمكم كلكم ايه وها بتاكم من هالسمك الطازه كان شي سدكم عاد انتم ما شاء الله عم لا لا بنعطي يعني نسبه قليله يعني المقربين اللي ما ياكلون وايد حياهم الله واللي يحدون عمارهم يسرطون وايد قويه الله يحفظهم. اثار الكشات عاده اثار الكشات اثار الكشات شو هو ليزر هاي عدال هذه هاي مقصار قلنا لكم ام اللوخ بين مقصار وبين ام الكركم خوره خوره غبه تخطف بواخر واللي كنا عدالها من ساعه ام خوره هناك تقطع عن النظر تقريبا 3 كيلو وعقبها عاليها الدور حاله يابر زين ومشاهد تنهن كلهن ابوي يسمونها صير بن اياس ومشاهد صير بن اياس قشة تقولوا الحين انتم كشات تهتون كشات تهتون وين تبون زين من يوجف الماء صرنا وين نروي ماء شيء عالي يزيره يسمونها عش بعد محمية وعدال عش شيء يزير اسمها الفطاير الفطاير هاي مالت ملكية خاصة لسعادة عبد الله المسعود سعادة عبد الله المسعود على الله حفظه ويعافو عنه ويعافي يا رب العالمين ادعوا له ترى الريال ابوي ما بصويحي نطلب من الله ثم انكم يا المتابعين انكم تدعوا له ان الله يشفيه ويعافيه ويكون بخير وسهال ويظهر ويصير ويه مثل ما كان واكثر اكثر انسان فيك انت يا دولة الامارات يحضر الاحزان والافراح ويب من العرب كلها هو ابو حميد عبد الله المسعودي على الله يحفظه ويعافيه ويعفو عنه وفاتح يزيرته للساير والياي بندر يزيرته بندر للساير والياي اللي بيروي اللي يبى ماء اللي يبى اكل اللي يبى شرب اللي معلي والسنان معلي وسنان كلن يخطف ابوي على يزيرة المسعود يزيرة سعادة عبد الله المسعودي على الله يعافو عني ويعافيه فيها المياه وفيها التحلية وفيها الأكل وفيها الشرب وفيها المسكن وفيها والساير والياي ابوي اي وياكل ويشرب ويطرج شيء بعد هذا هني خيبة لازم على الله يحفظكم الروي من اليزيرة من الفطاير والفطاير يا الله يحفظكم فيها البنيان فيها مكينة التحلية المياه وفيها الدنيا وفيها العلم وفيها البشاتير وهو مخلي أمر يا الله يحفظه عبد الله المسعود وحميد والأمر أنكم أنتوا يا العمال ليه موجودين في شنتية يزيد الفطاير اللي بيي أنكم ما تردون أن بغى أكل ولا شرب ماء بغى سبوح بغى يروون اللي يبون لا تردون كائن كان لا تردون كائن كان أي إنسان أي محتاج شيء لا تردونه أبدا يعلى الله وإن شاء الله في ميزان حسناته وإن الله إن شاء الله يدفع الشر والبلاء عنه ويعافيه ويعفو عنه يا رب العالمين دعوني يا المتابعين شخصية
طيبه وحبوب وخير وكريم وي ودي وصخي وما حد شراته بالدنيا العود. ما شاء الله. ما ساري سلام عليك بعوشه بعوشه عجيب هي بسعس الروي مرحبا وينه ما شاء الله تبارك ايوه تبارك الرحمن. هذا الشعري اللي يطرونه هذا هو اللي عليه القلب شفقان. ما شاء الله ما شاء الله ما سلندر هذا ابو وين هذا سلندر ما بهامو ما ادري شفته شوي. لا 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 ما انا بس ما جبار. ليش؟ لا 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 شعري بس. لا شيء عندنا اخوه والله. اي والله سعيد هنيف هي تو نحيف بس ايه تظهروا انت وين من هاللي انا هالوامير ليه تبا ليه تبا المهم انا بالي هامو والفارس ايه انا واحد منها. محمد وين من هاللي انا الهوامير أربعة تراهم كبار سلندرات واحد منهم كبر سروي. أوه يا مورغان زين هناك بتهلزون لو هني يا رب وين عنتر يشل بيشلون يا ابو البحريه ابو عوش ما فيه انت بس صبرني اقول لك فيها اللي فيها خير يا العرب القبائل ما زين ربعة الناس الطيبة ما زين ربعة الياويل وما زين السير واليي ويا الناس اللي تعرف المعاني والمذاهب. ايوه الله يحفظكم اللي هي للشوي. شوفوا كم مقبرها هنا ما شاء الله وايدين اكثر عن 10 انفار اكثر عن 10 انفار اكثر عن 10 بقايا الرحالة بقايا الرحالة اللي ينكشاته البندرون انت هذا شو كل يسمونه بندر ما يسوي موي ابدا لو بيضرب عياي بحر لطام بقع هاي مرة ما تسوي موي عكس الظهر هذا الظهر هذا يا الله من تي الهويات الموي كبر لي بل واللي حافظ البقعة هذه اللي حافظ هالبقعة البر هذا هاي المكان اللي تشوفونه الحد هذا من الموي من الدنيا كلها وين درى أبو عبد الله وين ساوي هذني مخلاي ها معالي راسي أبرج مراقبة بسم الله الويثرة لين الحين مصلف بسم الله الرحمن الرحيم هذا الله يحفظكم كان الأول مركز للبيئة كان ما أدري شو مركز للبيئة خلاص تكنسل وتم مكانه أتيه العرب كلها اللي بييلس واللي بيطلعون كشات ولا شيات يو كشته وفاته وقيله وامر ها جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية إدارة سواحل الغربية حفاظا على البيئة يمنع صيد السلاحف البحرية والطيور البحرية كما يحظر جمع بيضها هي عاد من هذا بعد بيضها أو نقله من مكانه أو بيعه أو تجاربه أو العبث بعشاش تلك السلاحف والطيور والأماكن وأماكن تكاثرها على اليابس حتى زقت يا ابوكم شفت ممنوع حتى زخون البيض وانا توي زاخر هب توني يعني من كم من سنه عاد هاك قديم تباطئ بالهذا ما كنت ادري بعده عقب نزلوا هاي من كم من سنه من سنين هاك اليوم يوم نحن الاول عاد هب الحين المهم ممنوع لا تقولوا ما حد قالكم
لا حد يزخل طيور، ولا حد يهبس العشوش، ولا حد يمع البيض، ولا حد ياكله، ولا حد ينقل عش من مكان الى اخر. ممنوع عليكم دند من الكبار، دند من دند عود عليكم جوكم. الاول ترى ما يعرف وشد يمع بيض وكله، ولا جسم من على بيوت يرانك البيت خمس خمس وكل بيت عشر عشر، واللي فوح بما بحر الاول وكل وجسم براي عاد الله بس الله يسامحه ورب العالمين يغفر. شو بعد بنادر والاعتراف بالحق فضيله، جسام صدقه عن ابوي الدار وحكامها ومن سكن فيها تبي يوم ما يعرف ترى ما يعرف الحين عاد الواد معرفه الواد عادي ومعرفته الحين خلاص عفى الله عما سلف. ان شفتني في القطيف قطفني، ان شفتني في القطيف قطفني. يلا ونعد تل اكوننا من الطالين هاك اللي بيعود عاد بيقايض بيسوي يعود الكره هذا عاد هو ما يخيل لك خلاص توبه ما عيد هالنوبه. الصوره اللي نزلتها مالت جزيره ام الكركم اللي بيعرف يشوف الصنادج هذه يسوي عليها كابتشر ويسوي يكبر المنظر بتشوفون حجم الصنادج هاللي عبارة عن 6 أو 8 صنادج كرفانات بتشوفون مضألة على اليزير. بهالطريقة بتكتشفون حجم اليزير وكبرها وطريقة خلجة الله فيها سبحانه وتعالى كيف الله خالج هاليزير وكيف مستويه مثل حرف الجي. الجي اللي شرات العصا وعصا وهاي تحتها دوير جي 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 مثل العصا المجلوبة يعني عصا المجلوبة هالنمونة عجبه والله. دلمة تقريبا تبعد من من أم الكركم ما يقارب نص ساعة عالي عالي من التي قشة عالي غشة نص ساعة أو 45 دقيقة البانوش العادي يعني ما بارك مش في الحوام ولا الطوافة هاي شيء أي شيء أبدا غمض برجه لأنك واصل. بيسوي بعد فيها حدث كبير سباق سباق الزوارق الشراعية تقليدية مش مال المتمدنين لا تقليدية محامل مهرجان سنوي يحصل من حول لنحول حول لين حول يحصل هالمهرجان السنوي وإن شاء الله إذا الله جعلنا ملحقين وكنت أنا في البلاد إن شاء الله نبي وبحضر المهرجان وبنسوي لكم الترتيب اللي عليه رضوان من الله بنخبر عن الهاز منو بيشارك منو بيحضر وشو الأسم وكم نفر وشو شو الجوائز وشو العلم وشو الكل بنخبركم عنه إن شاء الله إذا الله جعل في العمر بنته إن شاء الله. أنا أول الله بكرة مسيان على الساعة 11:30 بروح في مطار أبو ظبي الدولي متجه بحفظ الله ورعايته أنا وصديق أخي العزيز إبراهيم توفيق صديق عبد طوكيو بيجي ونسير الله يحفظكم دوزلدورف ألمانيا مدة 3 ليالي ونهار رابع رادي إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي إذا الله مد في العمر جعل في العمر بده الأربعاء الجاي إن شاء الله بكون رادا للبلاد أول الله إن شاء الله. من أرد البلاد يوم الخميس البرنامج بيكون العلم عند الله يا إن دبي يا البحر هذا أسبوع الجاي واللي عقبه ما يندرى وين سيارتنا وين جيتنا بس بنجهز حق سيارة لنيوير. سيارة لنيوير اللي هي الكريسماس بتكون تاريخ 20/12 بين 5/1 ان شاء الله انا وابراهيم توفيق بعد اذا الله. الميمار زاهر الحين ما يباله غمض برج لا ما حد يبها امور مشواي مشواي صافي وشعريه وبساسير وكل مشواي وعيش ابيض فسكر عود والله ما بتروح ريحته خالك رد الطرش خالك 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 شي يمزر بطنه هالمتن تلتمنا ان ما يمزر من بطنه كنسلنا ابوي الربع ابوي محد
خانوا سارة وابوي عندهم طيور يعدلون ثمانها وترتيبهم. لا مبهم لا 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 اطريه الجماعه انت ما تبى تطري اساميهم. ساري سلام عليك. المدرس ساري تابعك. احلف صدق المدرس يتابعني. المدرس من وين؟ السودان. شيباني تابعني. شو اسمه المدرس؟ سلم عليه سلم عليه. قول له سلم عليه. قول سلام عليك يا مدرس. شو اسمه شو اسمه هو؟ نجحه ها؟ نجحي يا المدرس يا المدرس. يا ويلك ما نجحت في ساري. ايه مدرس يجيني البيت. وال بعد يا عثرت يا عثرت. لا هذا مدرس خاص السوداني ابو خالد. ليش اصور يدوسون ظهر مرزوق؟ لا حول ولا قوه. بلاك شو المشكله يعني؟ بس ما فيها شيء. ما قال شيء. تراني ادبك ادبك دكه ما يبليت ما يحتاج انا بوش بظهر ابو قرف شيري. الله بالمستعان. لا اله الا الله. الف من ذكره فنيالهم اسبوعي لو في ضائف لو في داري غضاه. ما شاء الله اكبر حين ابويا يبارى خمس دقائق خمس دقائق بالعدد بيذهب العيش ويتخلى علينا ويتركب ابوي شبان هذا ابدا غمض برج لانه ذهب الغداء الغداء العشاء انت عشاء بنظر خلنا الا ريحه الضوء ما خان ريحه الضوء خلنا عارفين يا لهم اسبوعي هيا على الله يحفظكم من قصيد محمد بن كاسب المهيري القصيد الاولي من قصيد الغاوي اللي ما حد عد شراته قصيد في الدنيا الحوت يقول بن كاسب يا من جدل بدوعي شرتا مبرد هواه فنيا لهم اسبوعي لو في داري غضاه بن يفك الصوعي يذكر بصحباه شيل الهند اللموعي على فقره محلاه مريم ماخذ نوعي عين وخد وصفاه ويشبه ضبي الفروعي لي رابي في فلاه ويشبه ضبي الفروعي لي رابي في فلاه ويشبه قبن صنوعي ماخذ منها قطاه ساجد فرض وركوعي واسهابي في الصلاه يا قارين الطوعي عوقي منتو شفاه تابع هو كل نوعي لي متخرسع هواه عنقى خيار فروعي ولا ضعيف أعداه وما غلي مطموعي مخسر في مشتراه ساير تبغى الركوعي وخذت السجود وياه وحذرك من اللعلوعي لي ما تعرفك صاه شروات ظل الشوعي ما تدري في ذراه ظل الشوع منو يدري في ذراه الشوع ما حد يدري في ذراه لأنه ما يسوي ظله ولا يسوي ولا يود عنك المهب لا تحصل الشوع من وراء ظله ولا أنك تربت الذرة من الهويات ولا أن بتستفيد منه فيشبهون الإنسان جليل الخاتمة اللي ما وراء رياء شيرة الشوع حيث أن شيرة الشوع ما يستفيد لا تدري ولا يتذرى بها شرات النذل النذل وصفونه بشيرة الشوع ربع أبوي هناك يا أرسيل ربع هناك يا أرسيل وأنا تدربي وين؟ متغبب حديرو يتغبب الحين بالليل؟ هي والله والرابع هناك أبوي ما زيد يوم تتغبب فيها جو الفنان اي والله يا ابو نعمه يبارك الحمد والشكر والله يا ابو كنا عايشين في شراغه انا عندي الحين شني مالك البصره باليمين والشام باليسار نعم والله يا ابو السعاده اللي انا احس بها الحين كاني مالك البصره باليمين والشام باليسار انا هاي سعادتي وهاي اناستي اللي انا احس بها يعني استمتع بالاجواء هذه كل وقت له أجواء يعني السير والسفر وكل شيء له جوه وكل شيء له ترتيبه لكن هذا أنا عندي يسوى الدنيا كلها من يوم يقول لك كلني غني على ليلى أنا هذه ليلاي تدروب هالحالة هاي أول مرة أيها مثل
جايين هلا يعني بالضبط 83 او 79 81 شيء محل قديم. انا وحياه سعيد بن علي القبيسي وعلوي على هالجنه ويانا حياه عوض بن صالحون على هالجنه ويانا سهيل بن هلال المزروعي على هالجنه وانا يا ربي هذا كله ما وانا اللي باجي زي شو اسوي؟ انا كنت صغير عادي يوم هالسنين اسير وياي وياهم رجال كبار الله يغفر لهم وانا متعلج في هاك السنين في السير والجي ويون الحول وهم عاد ماتوا وانا تا الحمد لله رب العالمين بنت شو يسير يا رب ربعتي كله ماتوا وانا اللي فاهم الشعري كان ناس اني عزرائيل من هاك السنين الحين يصير يتذكرني لا والله يصير عند ربعتي بعيده ما هنا كان خاتل عني ضيع عني اختلفت عليه استغفر الله العظيم. هاي السلام عليكم اخبار السلام عليكم السلام ها شو اخبار يلا عاد حبينا شي ونعقب النفسيات وين القفاز نحن ابوي ناكل بلية قفاز ليه بيقولكم تعالوا وكلوا لا تاكلوا نحن ابوي ناكل بلية قفاز نحن انا القفاز روحي اجزمه عشان حد يجزم القفاز انا اجزم القفاز انزين متو شو اخبارك زين شيل هذا كبوس فوق شله هي استراني انزين متو شو اخبار زين سوي اغنيه سونغ واحد سونغ سونغ ما في معلوم في معلوم إذا ما في معلوم ما شيء بخشيش باكر. هي هي لازم واحد غنية. نعم ما في معلوم. متو؟ نعم. لازم واحد غنية. لا لا والله أنا ما. والله؟ والله أنا. حلف. ما شد حلف قافود. ما شد أبو. محمد؟ لا لا قول. خلني يدعن عليك. خلهن يدعن عليك. ها قول شو تباني أسوي؟ بس خلاص ما على الرمسة سكر. اسكر أيه. ابوي ها خرب الله تبند الكهرباء بند الله راسك الحرامي عندك متر قال لي انا والله ما عندي متر خالد نعم زين قال لي ما عندي متر عد السالفه الحين بكره هات المتر زين وبحسب لك اياه كم ما بين عطارد وزاره الحين هاي خروفه ولا قصه لو شو هاي نكته شوف انت ايه بيجي سمه يلا 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 بخيل والديك يا ربي يا خفطينك يا ابو عبد الله يا ربي دادلهم عبد الله اللي قاهرتنك هالسنين كلها لك الجنة يا ام عبد الله لك الجنة يا ام عبد الله لك الجنة يا ربي الجنة لا حساب ولا عقاب يا رب العالمين وانتم مره ارخصتوها اخذتكم يوستوها هالريال مشكله يبي عرس يعني عرس على قرعه من عقب ام عبد الله تدور حرمها والله اللي بتاخذ كينها ابوك خلاص يا ريم عادي ترى علي الله يحفظكم بارك الله فيكم اليوم يوم الجمعه اليوم يوم الجمعه تاريخ 5/10 5/10 وهذا متو نحن طالت اعماركم موجودين في حالة أم الكركم وهذا يعني الله يحفظكم عشانه كريديسات صويفيات بسار شعري مردد فسكرة جشة منقير وينيمات وبصلة هاي حق مرزوق وعنفوز هذاك العنفوز ها شوفوا متفتج ظهره حرام ما طعمته ها افتح العيش افتح العيش يلا أبن 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 يا الله يا شوف الله عليه شوف العيش مرة رقم واحد حالة ملكركم تبعد عن العاصمة الحبيبة أبوظبي ما يقارب 300 كيلو بر ومن هناك عاد من البر لين وين نحن حينه تقريبا 50 ميل بحري رقم إن شاء الله رحلتنا كل بين فترة والثانية إني وهذا الله يحفظكم الصافي المفرفخ هذه أقولك فرفخ هذا الفرفيخ هذه ظهرة شرات الفراخ مفرفخ من السمن مفرفخ أبوية من زود لنضوي مفرفخ أبوية من زود
انه طازه مره. شوف هان ايوه شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. ما اقولكم زين دانك والعدال دانكين هذا. ها شوف رقم واحد الحين ناضي رقم واحد السمك حمر راد ابوي انضويه بحمره. شوف بس عليهم اخبركم انا واقولكم ماشي شراته. شيء لا صار ولا استوى. هذا ابوي عشا الملوك. هذا عشا ملوكي يسمونه. هذا عشا الملوكي. نحن طالت اعماركم حاليا موجودين في جزيرة ام الكركم. ام الكركم جزيرة واحدة من 200 جزيرة من جزر ابوظبي. وهذا عشانه على الله يحفظكم. تبعد جزيرة ام الكركم ما يقارب 250 كيلو من ابوظبي بري. وبعدين من البر لين البحر وين نحن الحين موجودين ما يقارب 40 ميل بحري. وهذا عشانه. شوفوا ما تشوفون الصافي وعنفوز وشعري وبسار وجش وهبات ريح. وشوفوا وكريديساته. شوفوا ايش قايل. هذا يوم اقول لكم السمك المشوى من تشويه على اليمر يغدي يفرفخ ظهره يفرفخ. شوف الصافي قام يفرفخ هالنمونه. هذا الشحم ريج طبعا. وهذا هم عيش. هذا العيش اكشف عن العيش يا الله. وهذا ابوي العشاء. هذا العشاء طالت عماركم بسيسيرات وشعري وعنفوز وينيمات الحمد لله وعيش ودهينة وسلطة ابوي شو اسمه نسيت اسمه غرب الله متوه. ها نعم اريو شكرا متوه شكرا. انا ابا العنفوز اللي نمه العنفوز ولا الفسكرة يعني الحين يدك ما طاحت الا على الفسكرة. حليلي خويك وخوي يعني ابو العنفوز. هذا العنفوز وين هذا عندي. يلا لا لا بعد مصوبك اليوم اقول كان في خاطري الشعري قاموا شلهوا زين انا طاب الحلته بسار الحل بسار اللي ما بياكل من البسار ابوي ما كان كلسمه طول ذب حياته حق نوخذه حق النواخذه البس بساسير ابوي اكل النواخذه ولا هذا عاد ابوي للناس عاد اللي يعرفون للاكل شيء اشار. يلا شوف شو سنامه يوم اقول لكم سنامه شو سنامه العنفوز شيء اشار عمر قادي حاضرين فعلا الشعري النكر اللي يلدي النكر شو تاكل. يا سلام حطنا من محمد وراك شمنا وي 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 يا رب شو هلال شو الشعري يغني يا لي شعري النيوة. أيوة الشحم شوف الشحم شوف شحمته شوف شحمته شوف شحمته ها شوف الانضوي شوف الانضوي ها خالدي هني بتربي وين بلع ما شاء الله تبارك يا سلام يا رب يا الشحم تبارك الرحمن تبارك الرحمن. شوفوا شوف صافي كم صغرونها نص جك طع بطنها شوف شحمه شوف شحمه شوف شحمه التكين شوف الله عليكم شوف شحمه وشوفوا عاد اللي اسوى اشد وادعس ايوه ها هذه بس شعر يا جبده دهنها هذه شبده صافي طعمها زين والله يا ابو ودك تسويها فش برجر وتاكلها. ها شوف الشحم شوف الشحم هذا حين تيمه ابويا شوف الجبد اللهم صل على النبي ما هذا ابودي وهذا حين هاي الصافي رقم 2 بنرويكم ايش قالت طريقتها وعلمها وخبرها. هاي من شفتها انا قلت لازم اصورها مستحيل اني ما شارككم فيها. هاي طريقتها هذا طريقه فت الصافي وما باي صافي الحاله هذه طريقه فتها. بسم الله الرحمن الرحيم ايوه شوف الشحم ارمى سوي تحكوا ايوه تبارك الرحمن نعم ها تعال محمد هاي تعال من الزياده ما يبارك لا
لا يختلف الكلام في ذلك. لا يختلف الكلام في ذلك. والله عليك عجبه عجبه عجبه. هاي ما تسويها خطاب سيده في جيل يا رب ارحم. ما تسويها لا احم ولا دستور. تاير سويها تاكل منها في مطاره. محمد انت شايف ما يبقى عيش. محمد تاكل عيش ابدا ما تاكل عيش. عيش ما تقرب اللي هالنمون السمكه وهذا اللي في باطنها. هذا ابوي حشوته سامانها اللي داخلها مصرانها شحمها مطاميطها. وانت مغمض ولا ترمس ولا تكلم حد بعد. يلا بند. والله يا ابوك ما هان علي ما هان علي ما ارويكم الكنز. شوف الله عليكم يوم اقول لكم كنز. شوف الشحم بتول بتول. ها شحم بتول بتول. الشحم يغير بطن بياحه وقت الصفري. شوفوا شوفوا الله عليكم. هذا صافي الحاله. هذا يوم يقول صافي الحاله يوم عندك حد تبى تخصه وتبى تكرمه اكرم ابوي بصافي الحاله. ناهيك انسى كل صافي في الدنيا العوده شراتها الصافي وما بتلقط. انتهت الرحله وقفضنا وخلصنا ونظفنا المكان والمكان ما تشوفون يلق يلق يلق. هم لو العرب ابوي سامانهم كشيرهم هداه الله. هاك ابوي مرزوق وقطعانه وهذا ابوي هلال بن محمد ويا زواه. الرحله تكللت بالنجاح. ها بالنجاح نجاح نجاح مبهر. بعد الحين بعد شوي بنصور لكم الودمات ما شاء الله. ها ابو عبد الله سلام عليك. تكللت ولا باءت؟ لا تكللت. ايه هاي ها اي والله موجود كل شيء الخير الحمد لله متوفر الحمد لله نعم يبا الحمد لله شكر سير موفقه كانت الحمد لله. تكللت بالنجاح بس علينا من متى كل باعت بالفشل باعت بالفشل اليوم هذا تكللت بالنجاح ها ابوي أربعة كيس نعم والله ما شاء الله تستاهلون من غير هوامير السلام عليكم. صدت وايد سمك ولا شويه؟ بصار بي وايد بي بغيت ثلاثة يجي بصار كل والله شويه قبقب قبقب وبسار؟ شو جايكم على البسار؟ وايد بصار كله بسار؟ كلس بسار لا اله الا الله سنين غسيل كله بسار لا اله الا الله كله بسار؟ كله بسار جيش ما حصلته؟ لا سوي سوي ما في زيادة تسبيه كيلو كل سكايس تو تاكل لا اله الا الله كبير كبير كله تاكل بسار كله بسار لا اله الا الله وهذاك عماد بعد الله يا عماد مليون وهذا كيس بور بور طايس عماد بعد بعد عماد ارباب يجيب عماد ياكل العماد ارباب مالك ياكل كل شيء انت شو حط العماد حط العماد لا لا فوق كذا ليش؟ عماد ارباب بيتريق عماد مشواي ما اقول عنه شيء يا ربي البسار كل بسار كل بسار لا اله الا يعلك من هذا ورد يا ربي البسار مكرم يمين البساسير لا حول يا ربي بسار وقبقو وين تحين في خورة انتو تحين في مرقة ها؟ مرقة ها؟ بعد تخيل ابوي عندكم البسار لا اله الا الله لما الله رحمكم هاي الاكلة هو اميرات بس سوونا شي يا ابوي هاي الثلاجة الاولي تقدر كلها ابوي بساسي وهاي في الثلاجة الثانية عمري غدرة الثلاجة ها لا اله الا الله يا البسار والله العظيم عيل لو ما جيت انا شفت صيدهم
يقولون بيصدنا يميع الجيش صافي والدنيا ما يا ربي يا مرزوق يغدر بالضباب. كان حد يغدر بالضباب ترى مرزوق. طيب له شويونه قلم من ذل كم من شعري هو أمير ثلاثة لو أربعة كانها. لا والله أربع هوامير أربع هوامير لكن الهامور عن سلندر الهامور منهن عن سلندر أيوة ولهذا عادة هي حافظ عليه أيوة الحمد لله نعم والحمد لله شكرا ايش فيها؟ مال متى هذا؟ كله جيش؟ وهذا شو من يلق؟ هذا بعد بسار؟ هذا اللي لمسه بعد ظل دورة ايوه ربوب حي والله عيش قبضوب كله ضعيف سمين احي قبضوب؟ سمين؟ ولا ضعيف؟ لا في هذين سمين في الارك... في انداد داخل؟ لا هذا في الارك هذا في الارك أيوة Thank you. الحين على البسيرة أشوف صيدنا نحن حينا ساير أشوف صيدنا ونصور لكم صيدنا نحن صيد أم مرزوق أرويناكم إياه صيد ما يدل الدرب صيد ما يدل الدرب والحمد لله أني سرت طالع ولا بيحشرون اصيدن صدنا ما حد صاد شراته وشفته تمسرنا وشفنا يوم كشف ولا نحشف الله يعزنا منه. هذا كله جيش محمد ها كله جيش مال هاساك فيها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الله ما شاء الله أبو خير عبدالله ليش؟ ها؟ علموه البنغالي ولا ياي ما يعرف يغسل وديه ياي ما يعس ما يعرف يغسل وجهه وش لكم أنت والله سنعوه البنغال حين يثلج ويفتش ويشق ويملح عرف الله يلا يلا أربعة شلوا اليمل يلا يا الله يا الله يا الله يا الله اللي ما يعرف يخلي ابويه ما فيه يوم يخلون ما فيه الثلاجة يخيس السمك ويخترب لكن اخير شيء ابوي فازم بطل عنه خلي مستشيس والثلجة ولا يعول يومين ثلاثة خمسة كل من خف الثلج زيده لكن ضروري ما يتم داخل ما شاء الله شوف الجيش لين الحين ولا بسار بساسير ابوي صادوهم قوم مرزوق سدوا نظفوا البحر من البسار نظف البحر من البسار نظف البحر مشكور يا ابو عبد الله مشكور تيملت يا ابوك يوم نظفت البحر من البسار ملو بس برده تحت صافي؟ صافي كله أربع صافي هون وكذا كذا كذا في بيسي برا فارو دم برا فارو دم ما برا بولي دي بولي وين ما فينا بيجي هنا وجدتنا وجدتنا هنا هاي ممزورة كلها صافي وجش هذه محمد هذا هنا تزيد تمرة أدري شو عاد أنا نسيت جيش طهر هي كوفي صافي نزي كوفي جيش نزي وهذه هذا طهر صافي شوية صافي شوية صافي سمسم هي باقي كله زش يعني كله سمسم هاتين ثلاجة هذا هذا أكثر باكر هذا يعني يمكن الفير بيخف الثلج هذا من يخف بيتسرب ماء زين
بتبرد السمك بعدين شو بيثلجون من يبدو يزيدون الثلج بس ولا يعود لو بيكمل اسبوع ما عود لو بيكمل اسبوع ما شاء الله ثلاجتين وحين شيء ثلاجتين ثلاجه ثاني بعد من غير بعد بس صار هذا صيدنا نحن نحن ثلايا ثلايا الصيد برب عندنا البسار ما عليه ثلايا الصيد برب عندنا هذا بشويته زين نيفيزات وبسيسيرات ينك البلا مقلحاف ولا مريقة الحمد لله هني ضرب هاي عيفة عيفة وصويفيات وضيعات الحمد لله نعم الحمد لله يا الله يا رب تحفظها وتطول بعمرها وتمد بجلها يا أرحم الراحمين.